بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكركم على الاستضافة اليوم. معاكم دكتورة ميرا بدر براشد، أخصائية طب وجراحة لثة وزراعة أسنان. حالياً أشتغل مستشفى الأميري، مركز طب الأسنان التابع لمستشفى الأميري، بالإضافة إلى كوني أستاذ مساعد منتدب في جامعة الكويت كلية طب الأسنان. حاصلة على بكالوريوس علوم طبية من جامعة الكويت، من بعدها حصلت بكالوريوس علوم طب الأسنان أيضا من جامعة الكويت، ولله الحمد من بعدها حصلت على زمالة الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين، من بعدها سافرت للولايات المتحدة الأمريكية، تخصصت هناك وحصلت على الدكتوراه في تخصص طب وجراحة أمراض اللثة وزراعة الأسنان. من بعدها قدمت للبورد الأمريكي، وحالياً أنا دبلوميت حاصلة على البورد الأمريكي لطب وجراحة اللثة وزراعة الأسنان. جامعتي كانت The Ohio State University. حلمي من الطفولة ما كان الطب، كنت دائماً أطمح أني أنا أكون مدرسة، كنت أعشق التدريس، بس كان عندي شغف بالعلوم، كنت أحب البيولوجي، أحب العلوم، أحب الفيزياء. فخلال المراحل دراستي الأولية بالثانوية شوي شوي بديت أفكر بالموضوع جدياً، أني أنا أختار مهنة أتفوق فيها أكاديمياً ومهنياً. هني بديت أفكر بالطب والاتجاه للمجال العلمي أكثر. مع هذا ما تخليت عن علمي، ومن بعد 15 سنة دراسة والله الحمد قدرت أرجع مرة ثانية لنفس الكلية اللي تخرجت منها وأمارس دوري كأستاذة وليس كطالبة. بالنسبة لي عندي شغف بشغلي بتخصصي بالعمليات اللي أسويها، بالإضافة إلى عنايتي بمرضاي واهتمامي فيهم. التدريس جانب ثانوي أقوم فيه، بالإضافة إلى العديد من المحاضرات في الحقل الطبي، أعطي محاضرات حق باقي الأطباء، لكن يومي تقريبا محور اليوم كله يدور دار مدار شغلي وعملياتي ومرضاي. من بعد ما خلصت انهيت دراستي الثانوية بديت أفكر بمهنة تناسبني وتحقق طموحي الأكاديمي والمهني، فاتجهت إلى مركز العلوم الطبية هني بالكويت، والله الحمد يعني أنا كنت محظوظة أني أنا انقبل بهالمركز، لأن مثل ما قلت توجهاتي علمية، ومركز العلوم الطبية هني بالكويت يشمل على أقوى وأرقى الكليات هني بجامعة الكويت اللي هي كلية طب الأسنان، كلية الطب وكلية الصيدلة. من بعد ما دخلت المجال بديت أبحث وأشوف بجميع التخصصات، وتوجهت لطب الأسنان لأن في نكهة خاصة تختلف عن الطب العام. كثير من زملائي يوافقوني، طب الأسنان مهنة حرفية، الشطارة بالإيد، المهارة تي بالإيد، ما تي مو مثل الحفظ أو الصم أو تعتمد على الذاكرة مثل الطب العام. يعني للحين أتذكر سنوات الدراسة الأولى كنا نتذمر إن إحنا ندرس طب، من بعدها ندرس طب أسنان، فدائما نتذمر إن وايد كأطباء أسنان ندرس طب وأسنان. فأول درس تعلمناه كان الله يذكره بالخير العميد السابق دكتور جواد بهباني، كان يقول أنتوا أطباء أنتوا تعالجون بشر، تعالجون إنسان، ما تعالجون أسنان فقط. فهذه شغلة من الشغلات اللي حببتني صدق بالمجال وخلتني أشتغل فيه بإخلاص وبضمير. الصعوبات اللي واجهتني خلال مشواري الطبي أقدر ألخصهم الثلاثة. بالبداية الصعوبة الأولى اللي واجهتني كانت قبولي، ما كان الأمر وايد صعب، بس قبولي لكلية طب الأسنان شوية كان فيه تحدي. مثل ما ذكرت قبولنا حق مركز علوم الطبية كان فيه تنافس على الكليات، كلية طب الأسنان في المركز الأول تقبل أعلى المعدلات، من بعدها الطب البشري، من بعدها الصيدلة، فكان فيه تنافس شديد بيننا إناث وذكور على المقاعد. بس لله الحمد كانت درجاتي ومعدلي يأهلني أن أنا أنقبل طب أسنان على حسب رغبتي. الصعوبة الثانية اللي واجهتها كوني اخترت أني أنا أبدي حياتي الأسرية خلال مراحل الدراسة، تزوجت وأنجبت بنتي خلال مقاعد الدراسة، وكان هذا تحدي كبير بالنسبة لي، تحدي دفعني أن أنا أقدم أفضل ما عندي. كنت في تحدي مع زملائي، في تحدي مع أساتذتي، أبي كنت أثبت لهم أني قادرة، أني أقدر أدرس وبنفس الوقت أكون بيت وأسرة وأربي أبنائي.
والله الحمد الكل يشهد، يعني كانت أروع وأفضل سنة أكاديميا لي هي السنة اللي أنا تزوجت فيها وانجبت بنتي والله الحمد. الصعوبة الثالثة هي صعوبة الغربة. دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية أبدا ما كانت سهلة، اضطريت أني كبنت ككويتية بالذات أن أنا أخلي ديرتي اللي تربيت وعشت فيها ودرست فيها وأعيش برا وحيدة لظروف زوجي وفي السلك العسكري ما كان يقدر يجي معي. فعانيت لمدة 4 سنين أم معاي بنتي، عشت بغربة، كان جدا صعب، وهذه أصعب مرحلة مرت علي بحياتي. بس لله الحمد دعاء الوالدين وتوفيق من الله سبحانه أولا وآخرا قدرت أجتازها والله الحمد بتفوق معدل عالي، ورجعت عشان أخدم ديرتي مثل ما ديرتي خدمتني ووفرت لي الفرص هذه. طبعا في مجالنا الطبي خصوصا ما حد يغفل عنا دور الأهل في دعمنا وحثنا على الصبر وتحمل الصعوبات والضغط النفسي والجسدي اللي احنا كنا نمر فيه. دور الكبير يرجع لوالدتي ووالدي الله يحفظهم ويطول بعمرهم، زوجي ما قصر معاي، بنتي نور كان لها دور بعد في دعمي ومساندتي خلال فترات الدراسة، خلال فترات الدراسة وخلال فترات الشغل. كنا دائما يعني لما نحس بضغوطات نرجع البيت نلقى اللي يدعمنا واللي يحثنا دائما على ان احنا نكمل المشوار ونوصل حق الهدف اللي احنا نبيه بالنهاية. كوني امرأة في مجال العمل هذا كلش ما أثر على أدائي أو إنجازي أو مسيرتي. للأسف إلى الآن قاعد نسمع المقارنة بين المرأة والرجل في مجال العمل أو من خلال التعامل مع المرضى. إحنا سواسية في القطاع الطبي أو في أي قطاعات ثانية، وتروال المرأة الكويتية أثبتت وبجدارة إنها مساوية للرجل إذا ما كانت أفضل. يعني المشرط الجراحي لما تمسكه مرأة ما في فرق بينه وبين الريال. يمكن احنا عندنا ميزة عنهم ان احنا في عاطفة، احنا يعني عاطفتنا شوية تخلينا نقدم افضل رعاية للمريض قبل لا نكون احنا جراحين او ان احنا اطباء وقاعد نعالجهم. المجتمع الكويتي للحين مسيطرة عليه فكرة ان في فرق بين المرأة والرجل، بس لما نيجي على أرض الواقع أنا ما أؤمن بهالكلام. المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في جميع المجالات. لما نيجي نفكر هل في مثلاً كلمات سلبية وجهت لنا كون نساء قاعد نمارس بالحقل الطبي تكاد لا تذكر. وإذا راح أذكر مثال، يمكن بالفترة الأخيرة سمعت كلمة معينة من مريضة من بعد ما خلصت علاجها، نهيت علاجها قالت لي دكتورة بقول لك شغلة، أنا مستحيل أخلي امرأة تعالجني. بالبداية انصدمت، بس طبعا هي أنهتها بصورة إيجابية ومدحتني شوية، بس إنه ما يظلم المرأة إلا المرأة. والله الحمد أنا وزملائي الرجال في مركز طب الأسنان الأميري نكون فريق جدا ممتاز، نكمل بعضنا، ما في واحد أعلى من الثاني، سواء يعني دكتور قديم في المجال دكتور جديد في المجال، نستشير بعض. مرضانا عندنا مرضى مخلصين لنا، مرضاي ما يرضون يروحون حق أي طبيب ثاني من الجنسين رجال كانوا أو نساء، والعكس صحيح. زملائي الدكاترة في عندهم مرضى نساء ورجال مخلصين لهم وما يرضون يغيرون. فأنا من رأيي إذا في كانت نظرة سلبية للمرأة فهي ناتجة من المرأة نفسها. الرجل ما يظلم المرأة اللي ما تبي تنظلم، المرأة القوية ما تنظلم، المرأة هي الكائن الحي الوحيد القادر على ظلم المرأة. من صغري وأنا أحب القراية، كان عندي شغف مو طبيعي للقراية، أقرأ في جميع المجالات، لكن مع الكبر وباتجاهي للمجال العلمي والطبي بديت شوية أتوجه للقراءة العلمية، أقرأ مجلات علمية اللي لها علاقة بتخصصي أكثر. فهوايتي لازلت أمارسها بين حين وحين، محافظة عليها وما تخليت عنها، بس تركيزي أكثر كان على الجانب الطبي بالفترة الأخيرة. رسالتي اللي أوجهها حق المرأة الكويتية، لأنك أنثى ولأنك كويتية لا تنطرين الفرصة تجيلك لي عندك، لازم أنت تقومين بنفسك وتصنعين وتخلقين هذه الفرص لنفسك.
ولأنك أنثى ولأنك كويتية لا تنطرين أحد أو شخص يجيب لك الفرص اللي عندك، لا تنطرين رجل ولا تنطرين امرأة تجيب لك الفرص اللي عندك، أنت قومي من نفسك واسعي وحققي أهدافك بنفسك لأنك قادرة ولأنك كويتية ولأنك امرأة.